حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء الا كتاب الله وهذه الصحيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينه حرم ما بين عائر الى كذا من احدث فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وقال ذمه المسلمين واحده فمن اخفر مسلما فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل قال ابو عبد الله عدل فداء